السلام عليكم ورحمة الله، معكم ميس سلوى مدرسة العلوم من مدرسة أجيال مصر الخاصة. إن شاء الله في الفترة دي هنراجع مع بعض منهج العلوم الصف الخامس الابتدائي، وهنبدأ بالوحدة الأولى نجمع منها أهم النقاط الأساسية في الوحدة الأولى. الوحدة الأولى عندي بتتكلم عن الضوء. الضوء هو إحدى صور الطاقة، عندي صور عديدة للطاقة منها الطاقة الحركية والطاقة الكهربية والطاقة الصوتية والطاقة الضوئية. الطاقة الضوئية هو صورة من صور الطاقة يمكن رؤيتها وتسمى بالطيف المرئي. الجزء اللي بشوفه من الطيف بسميه الطيف المرئي، وده بيبدأ من الأشعة تحت الحمراء لحد الأشعة فوق بنفسجية. الجزء ده بس اللي أنا بقدر أشوفه من الطيف وبسميه الطيف المرئي، أما اللي تحت الحمراء ما بشوفهاش واللي فوق بنفسجية لا يمكن رؤيتها. بقدر أقول إن الضوء هو صورة من صور الطاقة يمكن رؤيتها بتأثر على العين وبتسمى بالطيف المرئي. بعد كده عندي مصادر الضوء. مصادر الضوء بتنقسم الى مصادر طبيعية ومصادر صناعية. مصادر طبيعية زي النجوم ومنهم نجم الشمس، والمصادر الطبيعية هي من صنع الله عز وجل لم يتدخل فيها الانسان. اما المصادر الصناعية فهي المصادر اللي اجتهد الانسان وصنعها عشان يحصل على طاقة ضوئية، ودي زي الشموع وزي المصابيح الكهربية وزي الكشاف وزي المصابيح الزيتية. بعد كده عندي خواص الطاقة الضوئية. خصائص الضوء دي ايه؟ خمس خواص: انه بيسير في خطوط مستقيمة، ينعكس عند اصطدامه بسطح عاكس، ينكسر عند انتقاله بين وسطين مختلفين، يتحلل عند مروره خلال منشور زجاجي او قطرات المطر، ينفذ خلال الاوساط المادية. نجمع مع بعض اهم المصطلحات العلمية في الوحدة الاولى. أول مصطلح عندي الظل. الظل هو المساحة المظلمة التي تتكون خلف الجسم المعتم عندما يسقط عليه الضوء. يبقى الجسم اللي بيعترض الضوء، عشان الضوء لأن الضوء بيسير في خط مستقيم، فأي جسم معتم هيعترضه مش هيسمح بنفاذ الضوء، هيتكون خلفه ظل، مساحة مظلمة زي ما احنا شايفين كده، دي بسميها الظل، وده نتيجة إن الكرة الجسم المعتم اعترض مسار الضوء. بعد كده عندي المواد الشفافة. والمواد الشفافة هي المواد التي تسمح بنفاذ الضوء، المادة اللي بتسمح بمرور الضوء من خلالها، وبالتالي مادام سمحت بمرور الضوء يبقى أنا أقدر أشوف الأشياء من خلالها بوضوح، زي الزجاج، زي الزجاج الشفاف كده. مواد نصف شفافة، ودي مواد بتسمح بنفاذ بعض الأشعة الضوئية، نفاذ بعض الضوء من خلالها، زي منديل الورق من خلاله بشوف الصورة مشوشة، ما بشوفش الصورة كاملة زي الزجاج كده، لكن بشوفها أقل وضوحا. ليه؟ لأنها بتسمح بنفاذ بعض الضوء. رابع حاجة المواد المعتمة. والمواد المعتمة هي المواد التي لا تسمح بنفاذ الضوء من خلالها ولا يمكن رؤية الصورة من خلفها، زي ورق الكرتون ما أقدرش أشوف الصورة من خلال ورق الكرتون لأنه لا يسمح بنفاذ الضوء، لذلك بيسمى مادة معتمة. خامس مصطلح عندي وهو انعكاس الضوء. الانعكاس هو ان الضوء يرتد في نفس الوسط عندما يصطدم بسطح عاكس، يبقى ارتداد الضوء عندما يصطدم بسطح عاكس، وهو سبب في رؤية الاشياء. يعني انا عشان اشوف اي شيء موجود وما بشوفش ليه غير في وجود ضوء، ان الضوء بيسقط على الجسم، وبعد ما بيسقط على الجسم ينعكس على العين. بعد كده عندي انكسار الضوء. انكسار الضوء هو ان الضوء بيغير مساره لما بينتقل بين وسطين مختلفين شفافين، يعني زي الهواء وزي المية، وسط شفاف ووسط شفاف الهواء والمية. سرعة الضوء في الهواء بتختلف عن سرعته في الماء. اختلاف سرعة الضوء من الهواء للمية هو اللي بيسبب انكسار للضوء. لذلك عندي ظاهرة طبيعية بتحدث أول ما أضع ملعقة أو قلم داخل كوب به ماء، بنرى القلم كما لو كان مكسور، لكن في الحقيقة القلم لم ينكسر، ولكن هو إيه؟ هي ظاهرة انكسار الضوء. المصطلح اللي بعده وهو قوس قزح. قوس قزح هو ظاهرة طبيعية تحدث في السماء، وهي بيظهر قوس بألوان الطيف السبعة، ودي بتظهر أثناء سقوط الأمطار في النهار. أثناء الضوء يوم مشمس سقط في مطر، قطرات المطر العالقة في الهواء بتعمل عمل المنشور الزجاجي اللي بيمر خلالها الضوء الأبيض، فبيتحلل إلى سبع ألوان بسميهم ألوان الطيف، فبيظهر على شكل قوس في السماء بسميه قوس قزح، زي ما احنا شايفين في الصورة كده. الظاهرة المصطلح اللي بعده. بعد كده عندي الأجسام المعتمة الملونة.
هي الأجسام التي تمتص جميع الألوان الساقطة عليها. أي جسم معتم بيظهر ملون، يعني مثلا التفاحة دي جسم معتم ظاهرة باللون الأحمر لأن بيسقط عليها الضوء كله، فبتمتص كل ألوان الضوء ما بتعكسش غير لونها اللي هو اللون الأحمر، والضوء اللي بينعكس ده بيصل لعيني فيسبب الرؤية باللون الأحمر. الأجسام الشفافة والنصف شفافة الملونة. الأجسام الشفافة الملونة هي أجسام بتمتص كل ألوان الضوء الساقط عليها وما بتسمحش غير بنفاس لونها بس، دي زي الزجاج الملون، لو زجاج لونه أحمر هيمتص كل ألوان الضوء مش هيمرر غير اللون الأحمر. بعد كده عندي الأجسام البيضاء، ودي أجسام بتعكس كل ألوان الضوء اللي بتسقط عليها لذلك بتظهر بيضاء. والأجسام السوداء هي أجسام بتمتص جميع الألوان الساقطة عليها فبالتالي بتظهر باللون الأسود. بعد كده عندي الأضواء الأولية. الأضواء الأولية هي أضواء يستحيل الحصول عليها من خلط أي ضوئين معا، هما الأحمر والضوء الأخضر والضوء الأزرق. لكن الأضواء اللي أقدر أحصل عليها من خلط لونين زي مثلا الأحمر أو الأخضر مع بعض أو الأخضر أو الأزرق مع بعض بسميها أضواء ثانوية. الأضواء الثانوية هي الأضواء اللي بيمكن الحصول عليها بخلط اثنين من الأضواء الأولية، والأضواء الثانوية هم عندي القرمزي والأصفر والأزرق الفاتح، هما الضوء الأزرق والضوء الأخضر والضوء الأحمر. ثلاث أضواء دول بس هم بسميهم الأضواء الأولية. عند خلط الأزرق مع الأخضر بيديني الأزرق الفاتح أو اللي هو النيلي، أما الأزرق مع الأحمر بيديني اللون القرمزي أو الضوء القرمزي، والأحمر مع الأخضر بيديني الضوء الأصفر. بعد كده عندي المغناطيس الطبيعي. والمغناطيس الطبيعي واحد خامات الحديد المعروفة باسم المغناطيس، وحجر اسود موجود في منطقة مغنيسيا، هو خام من خامات الحديد المعروف باسم المغناطيس. اما المغناطيس الصناعي هو المغناطيس اللي يستخدمه الانسان، وهو عبارة عن قطعة من الحديد بتختلف في الشكل والحجم وتم تحويلها الى مغناطيس عن طريق الكهرباء او الدلك، اما بدلكها بمغناطيس او عن طريق الكهرباء. وعندي أشكال عديدة من المغناطيس زي قضيب المغناطيس وحدوة الفرس ومغناطيس على شكل حرف اليو والإبرة المغناطيسية، دي بسميها المغناطيس الصناعي. اللي بعده المواد المغناطيسية، وهي المواد التي تنجذب للمغناطيس، هما تلات أنواع من المواد الحديد الكوبالت والنيكل. أما المواد غير المغناطيسية فهي المواد التي لا تنجذب للمغناطيس مثل الخشب الورق الزجاج والألمونيوم. إيه هي بقى خواص المغناطيس؟ عايزين نعرف خواص المغناطيس. المغناطيس ليه مجموعة من الخواص، له قطبان تتركز عندهم القوة المغناطيسية زي ما احنا شايفين في المغناطيس كده، ليه قطبين، قطب جنوبي وقطب شمالي، وعندهم القوة المغناطيسية بتكون أكبر ما يمكن. إذا علق المغناطيس حر الحركة فإنه بيتخذ اتجاه الشمال واتجاه الجنوب. اتجاه الشمال على المغناطيس بيتجه إلى الشمال الجغرافي، والجنوب على المغناطيس بيتجه لجنوب الجغرافي. الأقطاب المغناطيسية، تالت خاصية عندي إن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب، ده قانون التجاذب والتنافر. زي ما احنا شايفين لو قربت قطب شمالي من قطب شمالي المغناطيس هيحدث بينهم تنافر، او قطب جنوبي من قطب جنوبي هيحدث بينهم تنافر. لكن لو قربت قطبين مختلفان زي القطب الشمالي مع القطب الجنوبي هيحدث بينهما تجاذب. التعريف اللي بعده البوصلة. البوصلة هي أداة بتستخدم لتحديد الاتجاهات الأصلية الأربعة. من خلال الفكرة العلمية للبوصلة هي ان المغناطيس عند تعليقه حر الحركة بيحدد الاتجاه الشمال والجنوب، فابتدأ العالم ويليام جيلبرت بانه يصنع البوصلة لكي يحدد الاتجاهات الاصلية الاربعة. وتركيب البوصلة زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن ابرة مغناطيسية حرة الحركة بثبتها على سن مدبب، يعني بثبت السن المدبب ده على قاعدة معدنية وقاعدة من مادة لا تنجذب للمغناطيس، مادة غير مغناطيسية عشان ما تأثرش على حركة البوصلة. نيجي للمصطلح اللي بعده المغناطيس الكهربي. المغناطيس الكهربي عبارة عن مغناطيس مؤقت مصنوع من سلك نحاسي معزول يمر فيه تيار كهربي ملفوف حول قضيب من الحديد المطاور. ده نعمله ازاي؟ اني هجيب
قطع من الحديد المطاوع، مسمار من الحديد المطاوع، وهف وسلك من النحاس المعزول، ولفه على شكل ملف زي ما احنا شايفين كده في الصورة. الجزء ده كده بسميه ملف من النحاس، وسلك النحاس معزول بمادة عازلة البلاستيك، وهصل طرفي السلك ببطارية مصدر للتيار الكهربي. أثناء توصيل الطرفين هيمر تيار كهربي داخل الملف، وبالتالي هيتحول الحديد المطاوع إلى مغناطيس. مادام في تيار كهربي بيمر في السلك يبقى اكتسب الحديد المطاوع قوة مغناطيسية. أثناء فصل التيار الكهربي هيبتدي يتحول إلى مسمار عادي مش مغناطيس، فبالتالي بسميه مغناطيس مؤقت. ومغناطيس مؤقت لأنه بيكتسب القوة المغناطيسية عند مرور التيار الكهربي، وعند فصل التيار الكهربي بيفقد القوة المغناطيسية، لذا بسميه مغناطيس مؤقت. الدينامو هو جهاز بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، ومن خلاله بيوضح لي توليد التيار الكهربي باستخدام مغناطيس. بيتكون من ايه دائرة الدينامو؟ زي ما احنا شايفين كده، هي عبارة عن مغناطيس احرك داخله خطوط مجال المغناطيس كده سلك من النحاس، سلك من النحاس المعزول، اوصله بجهاز بيقيس شدة التيار. يبقى دائرة الدينامو زي ما احنا شايفين مغناطيس وسلك من النحاس وجهاز بيقيس شدة التيار الأميتر أو الجلفانوميتر. عندنا مجموعة من الأسئلة هقدمها لحضراتكم، هتحلوها وتصوروها وتبعتوها لي على الصفحة. السؤال الأول بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. رقم 1 جهاز بيحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية. 2 الأجسام التي تظهر بنفس لون الضوء الساقط عليها. 3 الحيز المحيط بالمغناطيس وتظهر خلاله أثار قوته المغناطيسية. 4 ارتداد الضوء عندما يصطدم بسطح عاكس. يبقى السؤال الثاني، ماذا يحدث عند النظر إلى تفاحة حمراء من خلال لوح زجاجي أزرق؟ 2 تقريب ساق نحاس إلى مغناطيس. خلط الضوء الأحمر مع الضوء الأخضر. مرور تيار كهربي في سلك بالقرب من بوصلة. السؤال الثالث، علل لما يلي. تكون الظل للأجسام عندما يسقط عليها الضوء. ينكسر الضوء عند انتقاله من الهواء إلى الماء. تتركز برادة الحديد عند قطبي المغناطيس. الزجاج مادة شفافة. وبكده تبقى انتهت أسئلتنا، إن شاء الله حلوها وابعتوها لنا على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.